بحيوية ونشاط تنطلق حسينة صالح كل يوم. حسينة اسم يمني أصيل لفتاة يمنية جابت العالم لأكثر من 47 دولة و150 مدينة حول العالم بعد أن منعتها الظروف من العودة إلى اليمن. كان ذلك بمثابة الإحباط لدى العديد من الناس، إلا أنه لم يكن بالأمر المحبط لدى حسينة، بل كانت البداية لها لرؤية العالم بعد أن بدأت محطتها وشغف هوايتها من الهند لتنتقل بعدها للعديد من دول العالم. أشكر قناة السعيدة وبرنامج صدى الأسبوع. كيف ابتديت رحلتي؟ ابتديت رحلتي في 2012، يعني سافرت كذا دولة لوحدي. وبعدين في 2015 كان المفروض أرجع لليمن، بس الظروف ما سمحش، يعني قررت وقتها إن أنا أروح للهند. ومن الهند يعني اكتشافاتي في الهند وسفري في الهند يعني التعرف على عدة ثقافات ومدن خلاني إن أنا أفكر أسافر يعني لبلدان أخرى، ومن هنا بدأ رحلتي. يعني جابت حسينة العديد من المناطق ووثقت متعة رحلاتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتابعه فيها الآلاف من الناس، كما أضافت إلى هوايتها في التنقل والتجوال هواية الغطس لتنتقل إلى عالم البحار وما وراءه، لتطمح حسينة بأن تكون مدربة غطس. الشيء اللي أحب أوصله لليمنيين إن هم يسافروا. السفر جميل، السفر يخلي الواحد يتعلم أشياء كثير، يعتمد على نفسه. يعني أنصحهم إن هم يسافروا حتى لو في اليمن، يعني يتعرفوا على المناطق اللي في اليمن. في اليمن في مناطق خلابة وجميلة، وإن سمحت لهم الفرصة يسافروا برا اليمن برضو يسافروا. المهم إن هم يسعوا يكتشفوا مناطق جميلة، عادات تقاليد، يروحوا يتكلموا مع الثانيين يتعرفوا عليهم. يعني احنا كل احنا مش شبه بعض، وفكرة ان احنا تبادل الافكار يخلي الواحد يعني اكثر مثقف وغني بافكاره، وانصحهم يعني يسافروا. تمثل اليمنية حسينة أنموذجاً مميزاً ورائعاً للمرأة اليمنية الطموحة والمنطلقة بشغف وقوة لا محدودين حول العالم. هي رسالة منها ومن كثير من اليمنيات اللواتي وثقن إبداعهن وتميزن، رسالة مفادها أن المرأة اليمنية هي عبارة عن طاقة إبداعية منطلقة لا تعرف المستحيل.